قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، قال إن مصر بذلت جهودا ضخمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يريد الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع هذا الوضع وأن يصل إلى الأشخاص في الداخل وأن يوصل المصابين للمستشفيات وأن تصل المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، ولكن علينا أن نواصل المطالبة بوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى ووقف القصف ووقف إطلاق النار. وهذه قضية ومهمة للاتحاد الأوروبي وللوزراء من زملائي وما يفعله الوزراء الأجانب.